بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. آية قرآنية عظيمة جاءت ضمن آيات استفتحنا بها هذه الليلة العلمية القرآنية التي تعقد بمسجد علي بن أبي طالب بحي الدقي محافظة الجيزة ضمن الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف مشكورة. حقيقة حلاوة هذا اللقاء أننا نجلس هنا جلسة كلها الحب في ضيافة علمائنا وأئمتنا من وزارة الأوقاف خاصة محافظة الجيزة وتحت قيادة شيخنا الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة وقيادة شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونحن والحمد لله مصرنا الحبيبة مصرنا الغالية عند ربها وعند حبيبها صلى الله عليه وسلم. حينما استمعت إلى هذه الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم جاء في ذهني شريط الذكريات بأن مصر هي كنانة الله في أرضه وهي مصر السلام مصر المحروسة وما تحمله مصر على كتفها في هذه الأيام تحمل حملا ثقيلا حمل الأمة الإسلامية جمعاء في الموقف الذي نعيشه. لكننا وقد قال ربنا إن تنصروا الله ينصركم فإننا نستنصر بالحق سبحانه وتعالى على أعدائنا وأعداء هذه الأمة الذين يريدون الشر لبلادنا. فاللهم إنا نسألك يا ربنا ونضرع إليك في هذا المكان الطاهر ونحن في ضيافة حضرتك نضرع إليك يا ربنا أن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن تحفظ مصر من سوءاتهم وأن تجعل كيدهم في نحورهم وأن توفق رئيسنا إلى ما فيه الخير وأن توفق ولاة أمرنا وأن توفق علماءنا وأن تحفظ شبابنا وتحفظ أرضنا وتحفظ نيلنا وتحفظ أرضنا. آمين آمين يا رب العالمين. باب الرحمة باب كبير واسع والرحمة خلق الأنبياء وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بأنه نبي الرحمة فبما رحمة من الله لنت له. ندخل جميعا في هذا الباب الواسع تحفنا رحمات الله ورحمات حبيبه صلى الله عليه وسلم مع شيخنا فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كتب على نفسه الرحمة وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في الأولين وصلِّ وسلِّم وبارك عليه في الآخرين وصلِّ وسلِّم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين. مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها. أدعوك يا ربي أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها. أما بعد فيا أيها الحضور الكرام
باسمكم نرحب بصاحب الفضيلة الصادع بكلمة الحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم ولا يمسك العصا من المنتصف وإنما هو في آرائه يتبع القرآن والسنة والسلف الصالح فضيلة الشيخ خالد الجندي كما أرحب بالزميل الفاضل الدكتور سعد المطعني وما صوته عنا بغريب فكثيرا ما نسمعه في إذاعة القرآن الكريم ببرامجه سواء القديمة المميزة أو الحديثة له منا كل التحية العلماء الكرام جمهور المسجد الأكارم في هذا اللقاء الطيب الذي هو بعنوان الرحمة في زمن نحتاج فيه إلى الرحمة ونحتاج فيه إلى مراجعة ديننا دين الرحمة لأننا كنا نرى شعارات يرددها الأعداء ما هي إلا لمصالحهم فقط فإذا ما تعارضت مع مصالحهم فتجد الصورة السيئة القتل والتشريد إلى غير ذلك إن ديننا هو دين الرحمة وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى بدأ بهما بهاتين الصفتين قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كانت إحداهما تتعلق بالمؤمنين والأخرى بسائر الناس أو إحداهما تتعلق برحمة الآخرة والأخرى بالدنيا فإنني أؤكد أننا نقرأهما في الصلوات المفروضة وفي سورة الفاتحة تتكرر الرحمة أربع مرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإذا ما نظرنا إلى الصلوات المفروضة 17 ركعة في اليوم والليلة تردد فيها الرحمة 4 مرات بمجموع 68 مرة تذكر الرحمة في اليوم والليلة فهل دين يذكر أو تذكر الرحمة في صلواته المفروضة بهذا الكم في اليوم يدعو إلى العنف؟ لا بل إذا نظرت أكثر من ذلك وبحثت في كلمة الرحمة ومجيئها في القرآن الكريم تجدها تتكرر 315 مرة في حين أن الخلق الذي يتكرر بعدها يتكرر 145 مرة والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم كتب ربكم على نفسه الرحمة وكتب في كتاب هو عنده فوق العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي ويذكر لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه عن طريق المثل وقد كان صلى الله عليه وسلم يستخدم الأساليب التربوية في تعليم أصحابه رضوان الله عليه
فيجد امرأة وجدت صغيرا لها في السبي فأخذته فألصقته ببطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينصر دينه وعباده، وله الحكمة في تأخير النصر. وتأخير النصر بمنظورنا نحن، أما عند الله عز وجل فكل شيء بقدر وبأجل مسمى. قال ربنا سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا مشهد تصوره لنا سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمع وتقرأ القرآن غضا طريا. إذا كان الغرب ومن على شاكلته يتشدق بالرحمة وبالحقوق، فإن ديننا هو دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. قال ربنا جل وعلا في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد كان يكفي وصف واحد في بيان صفة رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤكد القرآن على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف المجموعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه رحمته التي جعلت المشركين يعلمون أنه لن يضرهم لأنه رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى هذا الموقف الذي حكته السيرة النبوية عندما كان صلى الله عليه وسلم نائما في ظل شجرة، وجاء أعرابي فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد هذا الأعرابي المشرك، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا.
لو علم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقتل على مجرد الإسلام لقالها خوفا من القتل، ولكنه يدرك ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقتل الناس ليؤمنوا بالله عز وجل، لأنه لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام. قال لا لا لا، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، غير أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ثم ذهب إلى قومه وأصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، بل إن الله عز وجل قصر صفة الرحمة عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للمؤمن ولغير المؤمن. أما المؤمن فيتبع فيدخل الجنة، وأما غير المؤمن فليس هناك عذاب استئصال في هذه الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أو جعل رفع عذاب الاستئصال خاصا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم الذي امتدت رحمته إلى غير المسلم، بل إلى الجمادات، بل إلى ما هو فوق ذلك، كان ينهى عن قتل الأطفال، وعن قتل النساء، وعن قتل الشيوخ، وكان يوصي أصحابه في حروبهم ألا يقتلوا وليدة ولا امرأة ولا طفلا ولا يقطعوا شجرة إلى غير ذلك من وصاياه صلوات ربي وسلامه عليه، التي هي تدل على رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر وأعتذر لحضراتكم ولشيخ الفاضل، ونحن في شوق إلى سماع فضيلته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك شيخنا الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة. الحقيقة النهاردة ليلة كلها رحمات، فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبنا جميعا ويحب أهل مصر على وجه خاص. إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بها خير، وخذوا منها جندا كثيرا إلى باقي الأقوال. دي كلها محبة من سيدنا النبي لأهل مصر، عشان كده أهل مصر هم أكثر القلوب رحمة، ويعرف هذا من سافر خارج مصر. أكثر القلوب رقة ورحمة هم أهل مصر، وبالتالي فإننا نتعشم ببركة القرآن وببركة أهل القرآن وببركة علمائنا بأن ينزل علينا الرحمات، وأن تزول عنا الغمة، وأن يحفظ مصر من كل سوء. موضوع الرحمة موضوع كبير، ولذلك بعدين احنا عايزين نقول للدنيا كلها الاسلام ده دين الرحمه، زي ما قال فضيله الدكتور سيد مسعد. سيدنا النبي لما كان بيأمر القوات على السرايا الجند، فبيقول لهم ايه بقى، يعني اغزوا ولا تغلوا، وبعدين بيقول له اتق الله. وغير كده كمان زي ما قال الدكتور، لا تقتلوا كذا وكذا كذا كذا، ودعوا الناس وما يعبدون، ودعوهم وصوامعهم، ولا ولا ولا، دي كلها ابواب الرحمه المتعدده. عشان كده هنترك المجال لاستاذنا فضيله الشيخ خالد
خالد الجندي عضو المجلس على الشؤون الإسلامية وينداح بنا في أبواب الرحمة ويرفع معنوياتنا اللي احنا محتاجينها النهاردة. محتاجين أول حاجة نطرد الهزيمة النفسية التي يريد البعض إلصاقها بالأمة الإسلامية باعتبارها أمة ضعيفة. لا لا لا، ليست أمة ضعيفة ولكن لها أمة الرحمة، لكن لها أمة التعقل. غيرنا ليست هذه قوة، ولكن هذا نوع من أنواع الجبروت، والجبروت لا يدوم، مش كده؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض، مش كده؟ وبعدين قالوا من أشد منا إيه؟ قوة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أشد من قوة؟ فضيلة أستاذنا الشيخ خالد الجندي يتفضل ويطرق لنا أبواب الرحمه المتعددة استكمالا لما فتحه لنا فضيلة شيخنا الدكتور السيد مصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المسداة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، القائل له ربه في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت له حتى يأتوني من خلف. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أتقدم بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لمعالي وزير الأوقاف السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة أن أتاح لنا هذه اللقاءات الطيبات المباركة التي نتحلق فيها في مساجد الله وفي بيوت الله عز وجل، ذاكرين الله ومصلين على حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أثني بالثناء على أستاذنا تاج رؤوسنا السيد الأستاذ الدكتور السيد مصعب وكيل الوزارة لمحافظة الجيزة، الرجل العالم العلامة الذي يشغل منصبا إداريا إنما قبله شغل مكانة قلبية علمية لا تدانيها منزلة، بما أحبه الله عز وجل من هذه الطلاقة ومن هذا اللسان جزاه الله خيرا، وما ترك لمن بعده مقالا، ولكن هي كمالة المبتدئ. نسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بالخير. وشكر الله لدكتورنا العظيم المقدم العظيم لهذا اللقاء والمنظم له هذا الإعلامي الذي ارتبط اسمه بكتاب الله عز وجل، فما نسمع اسمه سعد المطعمي إلا وتذهب أذهاننا إلى كتاب الله وإلى إذاعة القرآن الكريم المبارك حفظها الله. ونأتي الآن إلى هذه الفكرة التي انطلق منها ذلك اللقاء: الرحمة من أخلاق الأنبياء أو من خلق الأنبياء. ما العلاقة بين موضوع الرحمة؟ قد يتساءل متسائل: ما العلاقة بين موضوع الرحمة وبين ما يشهده العالم الإسلامي اليوم من مآسٍ تنقسم لها فقار الظهر؟
وتقشعر منها الجلود وتتزلزل منها القلوب. ما العلاقة بين موضوع الرحمة؟ قد يفهم فاهم أن الآن الموضع موضع شدة أو جبروت أو قوة. لا والله، هو نفس الموضع الذي من أجله وضعت تلك الصفة. يعني العلماء لما نظروا إلى كلمة الرحمة، انظر إلى النقطة الأولى، العلماء لما نظروا إلى كلمة الرحمة في القرآن وجدوها تنوعت كثيرا بين الرحمن وبين الرحيم. حتى في سورة الفاتحة أنت تسمع بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، ثم تتكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن الرحمن الرحيم تكررت، وهذا هذا السبب في أنها أشير إليها في الحديث القدسي أثنى علي عبد. يعني لما قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد. فلماذا أشار إلى الرحمن الرحيم بكلمة أثنى؟ لأن كلمة أثنى يعني كرر كرر، لذلك في اللغة العربية ثنى يعني كرر. أكل فلان تفاحة طيب، وبعدين وثنى بأخرى يعني كررها بأكل تفاحة أخرى. يبقى ثنى معناها كرر، فإذا الثناء معناه التكرار. وكان هذا هو ديدن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله عز وجل، فيقول أهل الثناء والمجد والكل لك عبد. يعني أهل تكرار الحمد، أهل تكرار الشكر، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. يعني لا أستطيع أن أحصي عدد المرات الواجبة في تكرار الشكر والذكر لك يا رب العالمين. فالثناء هو التكرار، إنما لابد أن تقف. ما الفارق بين الرحمن والرحيم؟ الحقيقة أفراد لها العلماء مصنفات وكتبت فيها أوراق وحبرت فيها صفحات، لأنها مسألة عجيبة من فتوحات القرآن ومفاتيح القرآن. فقالوا الرحمن صفة تعني المبالغة، كما تقول فعلان على وزن عطشان، على وزن ظمآن، على وزن. فالرحمن صيغة مبالغة من الرحمة والرحيم. قالوا على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة من الرحمة عظيم. إذا كانت هذه صيغة مبالغة من الرحمة وتلك صيغة مبالغة من الرحمة، فلماذا ذكرهما الله عز وجل؟ ألم يكن من الممكن أن يكتفي بواحدة منهما دون الأخرى؟ قال العلماء وأهل التفسير لا يمكن. لماذا؟ لأن الرحيم صفة للرحمة متعلقة بذات الله، وجعلها الله مترحمة بين الناس يتعاملون بها في الدنيا. فمن الممكن أن يوصف إنسان بأنه أيضا رحيم. ربنا رحيم عرفناه. طب ممكن أوصف بني آدم إنه رحيم؟ ممكن. أقول ذلك الرجل رحيم بأبنائه، ذلك المعلم رحيم بطلابه. إنما تعالى لي بقى على كلمة رحمن، أهي برضو صيغة مبالغة. إنما لا يوصف بها إلا رب العالمين على الإطلاق. لا يمكن أن نقول هذا الأب رحمن بأبنائه، لا يمكن. لا يمكن أن نقول هذا الأستاذ رحمن بتلاميذه، لا يمكن. طيب عرفنا. لذلك لما أراد أن يصف رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بإيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يقل بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحمن. إذا كلمة رحمن صفة مبالغة من الرحمة، لا تجب إلا لرب العالمين. لا يمكن أن يصف بها أن يتصف بها أحد من المخلوقين أبدا بخلاف كلمة الرحيم. خلاص عرفنا. إنما كلمة الرحيم بتستخدم لإيه؟ لترحم العباد. تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الرحمة جزءا
واحدا. إنما جعل الرحمة مئة جزء. عاوزك تتذكر مدى رحمتك بأبنائنا. أخبار رحمتك بأبنائك أيغمض لك جف إذا تألم واحد منهم. بالطبع لا، إنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض. ولذلك الواحد لماذا يتألم مما يحدث في فلسطين؟ يحدث لأنها رحمة أودعها الله قلب العباد. هذه الرحمة رحمة مستودعة من الله. هذه الرحمة هل هي حق مكتسب للعبد ولا منحة من الله؟ منحة من الله. إيه الدليل إنها منحة من الله؟ الدليل إن هو نفسه بيقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل. لما جه السكن نسبه إليه. أنت اللي حتسكن. إنما العطاءات الإلهية منهم. بل وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى هبة من الله. ولذلك الآية سمعناها: فبما رحمة من الله منك له. يعني مش بخاطرك ولا بمزاجك، إنما هبة موهوبة من الله تبارك وتعالى أثبتت لك تلك الصفة أنك من المؤمنين رؤوف رحيم. كيف ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدثت عن صفاته أو صفات الأنبياء، بالمناسبة كل صفات الأنبياء وهبية مش كسبية، وهبية. يعني الأنبياء صناعة مخصوصة لعلة مخصوصة لغاية مخصوصة. كل الأنبياء على هذه الوتيرة. فالمولى تبارك وتعالى يعطيهم هذه المواهب بتفاوت فيما بينهم. فكل نبي حظي بصفة أكبر من غيره في أمر من الأمور أو في خلق من الخلق. هذا نبي اشتهر بالكرم، وهذا نبي اشتهر بالحب، وهذا نبي اشتهر بالحلم، وهذا نبي اشتهر بالقوة، وهذا نبي يغضب لله، وهذا نبي يتعلق بالله، وهذا نبي تحلى بالصبر. فكلها اكتملت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا أدب. لا يدانيه أحد. ولذلك لما أراد أن يصفه بعد أن اكتملت الأخلاق النبوية في كل الأنبياء: آدم وموسى ونوح وهود وصالح وذكر والياس والياس وزكريا وسليمان وداود. كل الأنبياء اجتمع صفاتهم في شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوجد القرآن هذا النموذج المتكامل، فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يداني رسول الله أحد في الأولين والآخرين. تعال معنا. إذا هذه عطية من الله. الأقرع بن حابس رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين. دهش. قال: يا رسول الله، أتقبل ولدك؟ إن لي عشرا من الولد ما قبلت منهم. ماذا قال له النبي؟ فرح به وهش وبش: لا والله. قال: وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة بالقلب. يعني الرحمة إذن هذه إن نزعت لا تعجب، لا تعجب من السفاحين، لا تعجب من النصابين، لا تعجب من الجزارين، لا تعجب من الأفاقين والكاذبين الذين ينفضون أو ينتفضون ويرتعشون لأنه اعتدي على قطة أو اعتدي على كلب. ورأينا حقوق النبات وحقوق الحيوان وحقوق الكلاب وحقوق أمور عجيبة. لو سلحفاة مر في المجتمع المربي والله وقسم بالله يقف المرور وتعطل سير السيارات حفاظا على حقوق سلحفاة. ومن الممكن أن تطلب قوات التوارئ لإنقاذ قطة
قطة علقت في شجرة أو تعلقت على غصن ولا تستطيع النزول. أما إذا تعلق بأولاد المسلمين ضاعت حقوق الإنسان وضاعت الرحمة وضاعت هذه المبادئ للدلالة على أنهم كذبة أفاعي لا تعرف دينا ولا رحمة. من أعظم ما يمكن أن تلتفت إليه. لذلك الرحمة ليس كيف تضعف. اسمعوا اوعى إياك أحذرك أن تظن أن الرحمة على متى ضعف. لا والله. طب اسمعوا صل على الحبيب قول عليه الصلاة والسلام. والله ما استخدم القرآن الرحمن إلا في مواطن القوة. اقرأ القرآن الثلاثين جزء. اقرأ القرآن كل أجزاء القرآن. ما استخدم القرآن الرحمن إلا في مواطن القوة. الرحمن على العرش استوى. خد بالك ما قولش الرحيم يقول الرحمن. لذلك العلماء قالوا أن الرحمة الرحمن صفة مبالغة للرحمة لا تليق إلا لله. ما حدش يقدر ياخدها غير زي ما قلنا من شوي. الرحمن على العرش استوى. أكبر مظاهر القوة حتشوفها فين؟ يوم القيامة. اليوم الذي تتنثر فيه الكواكب وتنشق فيه السماء وتصير فيه الجبال وتبعثر فيه القمور وتفجر فيه البحار وترتعد فيه الملائكة وتفر منه الأنبياء. يوم يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذا الموطن يستخدم فيه كلمة الرحمن. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نار ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أنا عاوزك تاخد بالك من صيغة الغضب اللي في الآيات. يعني لازم تنتبه إن الآيات فيها صيغة غضبية عنف شديد قوة. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اسمع ما اللي جاي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الله أكبر. الله أكبر. لم يقل الملك يومئذ الحق للجبار للرحمن. هل تظن الرحمة هنا في موطن الضعف في موطن التراخي أو في موطن المسامحة؟ لا لا. مسامحة لمؤمن مسامحة لموحد مسامحة لمسلم. إنما أهل الضلال والفجور والتطاول. يوم يرون الملائكة يومئذ لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر إلى الموضع الذي ذكر فيه كلمة الرحمن. يعجبني جدا هذا الاستخدام القرآني لكلمة الرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. اسمع إلى قول الله وخشعت الأصوات للرحمن. لم يقل وخشعت الأصوات للجبار فلا تسمعوا إلا همس. وخشعت الأصوات للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. الرحمن على العرش استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل به
الخبيرة الذي جرب قوة الله ورأى علامات النصرة من الله عز وجل، هو الذي يعرف معنى كلمة الرحمن. إذن هذه ثانية نقطة ثالثة، عندما نتكلم عن الأنبياء هناك صفات مشتركة بين الأنبياء، أرجو أن تنتبهوا إليه. هذه الصفات المشتركة يعني تجعلهم يتحدون في الصفة. يعني عندنا في العقيدة الأشعرية عندما كنا ندرس الصفات الواجبة للأنبياء نجد منها الأمانة، الفطنة، التبليغ، الكمال، من هذه صفات الأنبياء. ومن صفات الأنبياء التي يجب أن ننتبه إليها هي صفة الرحمة التي اكتملت فيها شخوص الأنبياء قاطبة ولم يتخلف عنها كل الأنبياء. كانت عندهم نفس الصفة. لما تجد كل نبي من الأنبياء عنده نفس الرحمة بتفاوت في الدرجة أعلاها عند رسولنا كما اتفق عليه الصلاة والسلام. إنما تعالى عندما ترى الرحمة، عندما تجد الرحمة في سيدنا نوح مثلا، أين الرحمة في سيدنا نوح وهو يقول، ربما يسأل أحدهم وهو يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. تكون رحمة نوح في الذين يأتون بعد ذلك، قال إنك إن تذرهم يضل عبادة. إذا رحمة نوح بعباد الله هي التي جعلت نوحا عليه السلام يطلب ذلك الأمر من الله عز وجل. فتكون الرحمة في الاقتصاص من المجرم حتى يكف أذاه عن المساكين وعن المظلومين. أين الرحمة في حياة إبراهيم؟ إبراهيم يكلم والده، يكلم أباه، ماذا يقول له؟ يقول له يا أبتي، اسمع يا أبتي، أصلها يا أبي، فحذفت الياء وعودت بتاء، اسمها تاء التذكير والتقريب والتحبيب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن. انظر إلى الاختيار اللفظي لسيدنا إبراهيم، فتكون للشيطان وليا. الرحمة التي كانت لنفس إبراهيم جعلت إبراهيم يحاول تأجيل العذاب الذي سينزل على قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في مين؟ في قوم لوط. انت فاهم مين؟ انت فاهم قوم لوط؟ استعرض في ذهنهم التي كانوا يفعلونها، الإجرام الذي كانوا عليه. إلا إن الرحمة اللي في قلب إبراهيم يجادلنا في قوم لوط. ادوهم شوي، انتظر عليهم شوي. ربنا نفسه سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شيء عجيب، صفات رحمة موجودة في الأنبياء. ثم نأتي إلى نبي الله موسى، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتكلم عن نبي الله موسى. لماذا؟ لأن الذين يعيثون في الأرض فسادا يزعمون أنهم من أتباع موسى. اليهود الذين تطاولوا وتجاوزوا وتحولوا إلى صهاينة، فخرجوا من اليهودية الحقة التي تنادي بالرحمة التي كان عليها نبي الله موسى، وانتقلوا إلى صهيونية لا رحمة فيه، لا رحمة فيه. فهل هؤلاء أتباع موسى؟ والله لا علاقة لهم بنبي الله من قريب أو من بعيد. الدليل على ذلك ماذا فعل هؤلاء؟ عاصفوا الأرض فسادا وقتلوا وسفكوا الدماء وفعلوا الأفاعيل. المولى لما تكلم عن موسى وجدنا موسى عليه السلام لا يقدر على تحمل رؤية طفل في سورة الكهف حتى إذا لقي غلاما فقتل. هل وافق موسى؟ هل اقتبط موسى؟ هل انشرح قلب موسى؟ لا ورب الكعبة، إنما نظر إليه معترضا ومحتجا ولا أدري كيف كان انفعاله. قال أقتلت نفسا ذكية، نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذه هي أخلاق موسى. فمن يقتل الأطفال لا علاقة له بموسى، ومن يعتدي على براءة الأطفال لا علاقة له بموسى. ما ذنب آلاف البيوت تشردت؟ ما ذنب آلاف البيوت تهدمت وانقض فيها السقف والجدران حتى الحوامل ما سلمنا من الأذى ويد الصهاينة وصرخة السجان؟ يا خيبة الإنسان في من ينتمي ظلما له ولهده متفاني. هؤلاء لا علاقة لهم بالإنسانية ولا بالبشرية ولا بالنفس الذكية ولا بالأرواح النبية. إخوة الإيمان والإسلام، إن الرحمة نذير فرج
وإن الرحمة علامة نصرة. المولى تبارك وتعالى يقول: ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه بإيه؟ برحمة من المولى سبحانه وتعالى. نفس الشيء يقوله في نفس الصورة في صورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من. ونفس الشيء يقوله على سيدنا شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة. إذن هذه المسألة، الرحمة هي علامة الفرج وعلامة النجاة التي ستأتي من الله سبحانه وتعالى. إنها الرحمة التي خلق الله منها الإنسان الكائن الوحيد. اسمع المخلوق الوحيد الذي اشترط يوم خلق. الذي اشترط يوم خلق، ما هو المخلوق الوحيد الذي اشترط يوم خلقه الله؟ إنه الرحم التي وجد منها البشر. أتدري ما شرطها؟ لما خلق الله الرحمة تعلقت بساق العرش، تعلقت بساق العرش، فقالت: خلقتني فماذا لي؟ قال لها: أنت الرحيم وأنا الرحمن، اشتققت اسمك من اسمي وعزتي وجلالي، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أخوة الإيمان والإسلام، أختم بحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، فيه خلاصة ما يقوله الخطباء والأدباء وسلاطين الكتاب وأهل الفهم والإلقاء. وهذا الحديث يقول: أوصاني خليلي بسبع. خليلي هو الحبيب المصطفى، خليله وخليلنا صلى الله عليه وسلم، بسبع. أوصاني بحب المساكين وأن أدنو منهم، وأوصاني إلى من أن أنظر، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وأمرني أن لا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخشى في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. هكذا قال الحبيب، وهكذا أوصى الخليل. فاللهم إنا نسألك النصرة لإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أرنا في أعدائهم آيات قدرتك وعلامات معجزتك. اللهم هذا حالهم لا يخفى عليك، وهذا مقامهم بين يديك، وليس لنا سواك ندعوه، وليس لنا سواك نرجوه، فلا تكلهم إلى غيرك ولا تتركهم لسواك، فلا حول ولا قوة إلا بك. واحفظ اللهم نصرنا من كل مكروه وسوء، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. شكرا شيخنا واستاذنا فضيلة الشيخ خالد البندي، عضو المجلس الشؤون الإسلامية، على هذه الإطالة. كما قلت لكم، هي ليلة الرحمة، ولذلك استمتعنا بما فتح الله به على شيخنا فضيلة الدكتور سيد مسعد، وانساح معنا فضيلة الدكتور الشيخ خالد البندي، فكانت ليلة الرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رحماء فيما بيننا، ونجعل قلوبنا دائما متعلقة بالرحمة، وأن يرفع الغل والحقد والحسد بنفوسنا، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظ أولادنا وشبابنا وأزواجنا وبناتنا، وأن يحفظ علماءنا وأزهرنا ونيلنا وجيشنا ورجال أمننا، وأن يحفظ قائدنا، وأن يحفظكم جميعا بحول الله وقوته. شكرا لكم على حسن الاستماع، وشكرا لإخواننا علماء وزارة الأوقاف الذين تشرفنا بهم واستقبلونا بهذه الحفاوة. شكرا لشيخنا الدكتور سيد مسعد، شكرا لشيخنا الدكتور خالد الجندي، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.